مجددا تدق الحمى النزفية ناقوس الخطر في نينوى بتسجيل إصابتين توفيت إحداهما، لترتفع الحصيلة إلى 5 إصابات منذ بدء العام الجاري. صحة نينوى أطلقت تحذيرات للمواطنين من شراء اللحوم المذبوحة خارج المجازر المجازة رسميا، وإنها ستعاقب المخالفين من محال الجزارة. خلال السنة يعني هذا خلال هذه 5 أشهر تم تسجيل 5 إصابات، توفي شخص واحد اللي جاء متأخر، والأربعة طبعا يعني خرجوا مشافين والحمد لله. المريض اللي راجع من البداية ويتجنب المخاطر والمضاعفات أكيد تكون الحالة بسيطة وممكن أنه علاجه، ولكن التأخر هذا خطأ. تم تسجيل حالة جديدة قبل البارحة وكانت الحمد لله الوضع مستقر. ولمواجهة هذا المرض والحد من انتشاره، اتخذت مفارز المستشفى البيطري في نينوى سلسلة إجراءات بدأت بعزل المناطق التي سجلت فيها الإصابات، فضلا عن تسييرها فرقا جوالة لتعفير أماكن تربية المواشي وتوعية المربين بخطورة المرض الذي ينشط في فصلي الربيع والخريف. احنا هنالك جهد مشترك بيننا وبين دائرة صحة نينوى، وكل الإجراءات ده تتخذ بشكل يعني مثالي لغرض السيطرة على المرض. مثل ما قلت لك الآن حملة رش واسعة بالمبيدات الحشرية، حملة رش وتغطيس للأغنام، الأبقار، العجول. مقابل ذلك يؤكد جزارون في الموصل اتخاذهم إجراءات السلامة في نحر الحيوانات داخل المجازر. أهم فقرة من الفقرات الذبح داخل المجازر، لأن المزرعة بيها رقابة صحية، بيها بيطرة، بيها دكاترة بيطريين يشرفون على العمل، يفحصون دابة، دابة من مريضة ما يفوتوا على المزرعة، فأهم فقرة هي الذبح بالمزرعة. الانتشار السريع للحمى النزفية ولد مخاوف كبيرة لدى المواطنين والجهات الصحية على حد سواء، سيما مع قرب عيد الأضحى ودخول عدد كبير من الأضاحي إلى الأسواق المحلية لطلب الأهالي عليها لتطبيق شعيرة الأضحية. هيثم أحمد، الحرة، الموصل.